لقد وصل للتو من الأراضي الإدريسية ويتحدث. عثرت عليها يا صديقي، عثرت على الصفحات الثلاث. لديني أثار دهشته بشدة. لما لا تحسن التصرف؟ حسنا، ليست فيك. أذكركم الخليفة أن السرقة ممنوعة في بغداد. يفترض أن الندوة هنا حيث يشارك ألمع الأشخاص في بغداد حكمتهم. مرحبا. السلام عليكم. عندما يعود أبي. معذرة، أبحث عن درس العالم الكبير. سيبدأ درس فاضل فهيم حول أسلاف البشر السابقين على الطوفان عما قريب. استمتع بمخزوننا من أطايب الطعام والمرطبات اللذيذة من فضلك حالياً. أين شاعرة عريب المأمونية؟ ما دفعني إلى التفكير في الأمر كان مقطعاً في كتاب جوامع علم النجوم. لقد غفل بطليموس عن شيء، والفرغاني يلمح إلى المشكلة. أين شاعرة عريب المأمونية؟ الذي يمدحه الشعراء أشبه كثيراً بما تطرحه أودية الفتاة وفقاً لتفسير الحمصي. أين شاعرة عريب؟ أين عريب؟ تمنيت أن أنال نفحة من هالتها العظيمة. من النادر رؤيتها خارج المدينة المدورة. المحبوبة في الحديقة تتأمل جمال وكمال الطبيعة. أن يكون المرء زهرة بين يديها الحكيمتين هو إلهام لبيت شعر ركيك. لابد أنها مرتاحة لتحررها من رعاتها الأثرياء. لعلها تعيش حياة مزدوجة مثيرة وسرية، فتخرج من قصورها خلصة بحثا عن الإلهام في حياة العامة. أشك في ذلك. ألقي نظرة يا إنكيدو. على منهج نظريات علم الحياة في الخلية. لن يتفوه من الأعرج في سجن المطبخ. ذلك الولد الذي أنت يا ذا التسعة أصابع هنا. قلت لك سأراك بالجوار. بالفعل، وما الذي أعادك؟ أريد أن أريك شيئا. محدقا
أين تذهب الآن؟ ما الذي عساه يكون أهم؟ تعال هنا. تحتوي فتحات بيت الحكمة هذه على أكثر الحلي والأدوات غرابة. سبق أن جئت هنا يا نهال. هذه حجرة أحمد بن موسى. أكنت تتسللين إلى هناك؟ أحمد وإخوته قادرون على تصميم بعض الأجهزة المدهشة. أخشى أن كل أفكاره ليست عملية بهذا القدر. لا تختل بنفسك، فالعالم مليء بالعجائب. يصيبني بالقشعريرة، كما لو أنني أقترب من سر كوني. تقرأين كثيراً عن السحرة والمدن المفقودة والمدفونة أسفل الكثبان. أنت لا تقرأ بما يكفي، لعل هنالك عوالم أخرى، أناساً آخرين بالخارج وسط النجوم. هذا هراء. هل هذا يذكرك بكوابيسك؟ لا، بل شيء من البيمارستان أو مخطط تدريب للمستترين. آه أجل، الطرق السريعة للقتل بصمت، موت في ثوان. هذا؟ لقد رأيت هذا الرسم التوضيحي من قبل. هل هذا ما أردت أن تريني إياه؟ نعم، لقد ذكرني بذلك الغرض الذي وجدناه في القصر. ما هو؟ رسم من كتاب قديم. هناك شيء تخفيه عني. لن ترغبي في معرفة ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. لماذا؟ لأنك أيضاً لا تعرف؟ لأنه كما قال درويش، من الأفضل أحياناً ألا نعرف الحقيقة وراء ما يجب علينا فعله. الحقيقة يا باسم هي أن كل شيء هنا نصب عينيك، لكنك ترفض النظر إليه. هذا يتعلق بك، لطالما كان الأمر يتعلق بك منذ تلك الليلة. لقد قطعت عهداً يا نهال أن أترك حياتي القديمة وراء ظهري وأسلك مسار الظلال هذا. وربما ستعثر على النور يوماً ما، لكن حتى ذلك الحين سأسير خلفك في كل خطوة من مسيرتك كي أذكرك بألا تنسى من أنت. هل ذلك تهديد؟ لا أعرف. مترجم. لكنني لم أستطع الابتعاد عن كتبي. لا مفر من تأدية واجبنا دائما. وداعا. قد يكون ذلك العالم الفلكي. سيدي، لقد تشرفت بمعرفتك. من الجيد رؤية الشباب يستمتعون ببيت الحكمة. تعتقد أن العالم الكبير سيلقي درسا جيدا؟
لا تهدر وقتك في الاستماع إلى ترهاته. لقد كتبت العديد من الكتب العملية والتأديبية بدلاً من ذلك. عن أي الموضوعات؟ لقد كتبت باستفاضة عن الساعات الشمسية والأسطرلابات والنجوم والكواكب ومحيط الأرض. مذهل يا سيدي، سأقرأ مزيداً من أعمالك قريباً. وداعاً، قد يكون ذلك العالم، أشك في ذلك. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. ولا أستخدم أسلحتي هنا. بشكل تحديد مصدر أي اضطراب يقع في الجنوب. إنه خليط. هي الشاعرة التي يحبها تبن، التي تظهر أشعارها باستمرار في أماكن غير متوقعة. أيا روح الرمال، هادي سفينة الصحراء، من بعيد الديار أسمعنا ومن فسيح الفضاء. ماذا؟ السماء والبحر بعيدان، لكنهما في عينيك أنت وحدك يلتقيان. لقد قرأت أشعاري، ومن أنت يا ترى؟ محب للشعر ليس أكثر، وللنظام أيضاً، أم هل أقول الفوضى؟ لا أعرف سوى شاعر واحد ممن يحبون الفوضى إلى هذا الحد، وهو علي بن محمد. هل أنت من محبي عمله الغث؟ التنافس بينكما أسطوري، من شأنه تعزيز الصناعة، لا يسعني الاختيار. أنت لبق للغاية، لكنني أفضل البحث عن الإلهام وسط هذه الأزهار البديعة. طاب يومك. يبدو أن الدرس على وشك البدء، علي الرجوع إلى الكهرمان. لا يجدر الارتداء
كثير من الحريق. عثروا عليك. أستميحك عذراً، هل درس فاضل فهيم على وشك البدء؟ بالفعل، تفضل بالداخل. مرحباً بكم جميعاً في بيت الحكمة، مركز التعلم في بغداد بل في العالم بأسره. أنا فاضل فهيم الكمسة، العالم الأول في بيت الحكمة وأحكم الحكماء. اليوم سأصدمكم بما قد يبدو كلاماً كفرياً صارخاً. لا تخافوا أيها الصالحون، رغم أنني كهل فإن ذهني لا يزال حاداً كالفولاذ. سأتحدث اليوم عن الخفايا، عن مخلوقات من العصر السابق على الطوفان. ألا يخبرنا الأنبياء القدامى عن عمالقة وجدوا قبل الطوفان؟ هجروا الله وعبدوا أصناماً باطلة؟ أليس من الممكن أن يكون هؤلاء العمالقة قد بنوا عجائب وأعمالاً ذات قوة مذهلة؟ ضاعت من الآن؟ ماتت زهرة وحسان، قتلا بنصل حشاش. ماتا؟ أنصحك بالاختباء حتى يصبح الوضع آمناً. نعتذر لكم جميعاً، لكن درسنا قد انتهى. من فضلكم لا تترددوا في استكشاف حجرات بيت الحكمة الممتازة العديدة. تسمي نفسك العالم الكبير يا فاضل، يا من تحرق الكتب أملاً في أن يستر الدخان جرائمك. كم عدد الذين ضحيت بهم بحثاً عن المعرفة؟ كم استخدمت وأذيت وتخلصت باسم الاكتشاف؟ والآن تختبئ داخل بيت الحكمة، البيت الذي انحرفت به عن غايته. لكنني سأعثر عليك وسأحقق العدالة لكل روح عاملتها بوحشية من أجل عملك العظيم. الخبر صحيح، فاضل يقود التنظيم في العباسية، علي ملاحقته. أهلا، ما الجديد؟ أيها الناطور، دعني أمر. الذين أتوا من قبل هم؟ ما الذي تتحدث عنه؟ الذين أتوا من قبل هم؟ سأرد عليك لاحقا. أضعت أعظم أعمال فاضل. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة.
ما الذي؟ ماذا؟ أهلا مصير كلب. ماذا؟ قدرك. ما مهلا قاتلوا النيران الذين ذكرهم. مهلا مهلا ستموت الآن. علي أن ألزم السطح. ثم تعمل كثير لأدائه بالأعمال. كما أنه أكثر أمانا. وسأتجنب الأريقة المظلمة، خاصة بعد جريمة مكتبة تلك. إلى ما يتحول هذا المكان؟ والصرخات الآتية من السرداب. قد يكون هذا المفتاح مفيدا. سماع آلام كهذه تجعلني أرتعد خوفا. Thank you.
كن عيني يا إنكيدو. ليس هذا كل شيء، مؤكد؟ ربما هناك طريقة أخرى للنظر في الأمر. ما رأيك لو؟ يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. أعذرني، لكني سمعت شائعة عن سرداب خفي أسفل بيت الحكمة. سرداب سري؟ لابد أنك تمزح. لا، على الإطلاق. لابد أن يحتوي مبنى كبير كهذا حتماً على سراديب وأقبية لتخزين الكتب والحبر. لا يوجد أماكن كهذه في هذه المباني. لعل ذاكرتك تنتعش بعملة بسيطة مني. سخي للغاية. جرائم قتل وفوضى ومشاعل. أنا لي أن أغادر بيت الحكمة. لدى أبي متجر سجاد فاخر في سامراء، ولطالما أراد مني أن أتولى مهنة العائلة. قرار حكيم. الآن ماذا عن الأقبية المخفية؟ نعم بالطبع، لا تؤاخذني. بخصوص ذلك، هنالك فتحة سرداب في الفناء الشمالي الغربي. شكرا لك. المكان خالٍ، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا.
أضعت أعظم أعمال فاضل. ماذا تعني بإضاعتك تحفة العالم الكبير الأدبية؟ متأسف، التهيت بحضور الشاعرة الشهيرة عريب. انسى أمر الشاعرة، لنعثر على كتاب فاضل وإلا أصبحنا أمواتاً. يبدو كجزء من عبارة مرور. ذلك لا يبدو في مكانه، مقحماً خلف طاولة هكذا. تاريخ العالم الكبير وإصلاحاته الهائلة في بيت الحكمة. تأليف. المجلد صحيح. يبدو أن شخصا ما ترك كتابا في بئر السلم. أنت اثبت. يذكر هذا الخطاب شرفة قراءة خاصة، قد تكون المكان الذي أخذ القارئ الكتاب إليه. ماذا؟ مهلاً. Oh.
الأحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. أيها الناطور، الذين أتوا من قبل هم؟ سوف أعود بعبارة المرور. آخر من العمل. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة.
علي أن ألزم السطح، ثم عمل كثير لأدائه بالأعلى هنا، كما أنه أكثر أماناً، وسأتجنب الأروقة المظلمة خاصة بعد جريمة المكتبة تلك. إلى ما يتحول هذا المكان؟ والصرخات الآتية من السرداب، سماع آلام كهذه تجعلني أرتعد خوفاً. أحتاج إلى مساعدتك. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا.
ماذا ترى يا إنكيدو؟ المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. أرني كل شيء. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة.
يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. أين الكهرمان؟ أرغب في تقديم شكوى عن قصر الدرس لأنني ما زلت بلا استفادة. أرأيت الرعب الشديد على وجه العالم الكبير؟ بدا كشخص على وشك أن يثقب جمجمته. كم هذا مقرف! انسي ما قلته. لقد أمسكت به مجددا. إدارة بيت الحكم الخارجي هكذا. المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. حماقة الشعر، تأليف فاضل فهيم، لا يبدو عاطفيا تماما بصراحة.
مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتما العبارة. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. أكرر عليك السؤال، الذين أتوا من قبل هم؟ هم الذين سيعودون. أصبت، يمكنك المتابعة. ماذا ترى يا صديقي؟ المكان خالٍ، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. ذلك ضروريا. تمهل. في ذلك الشيء ابدا. كثير من المتطوعين. لن ادخل هناك ولو نزعت اسناني بحديد ساخن. تمهل.
ثمة خطب فادح هنا، رائحة من العفن والحديد، قد تساعدني تلك الأردية على الاقتراب من فاضل. ماذا فعلوا بهؤلاء الناس؟ لن يحتاج المسكين إلى هذا مجدداً. سيساعدني هذا على التخفي. إلى هذا المكان. الشخص التالي، ادخل الآن. ثمة أهوال هنا، لكن الأفضع هو أنني قد رأيت كل ذلك من قبل بشكل ما. من يجرؤ على التدخل في عمل العظيم؟ قتل حلفائي وإفساد دروسي، إنها إهانة. يبدو أن ذلك من عمل حشاش متمرس. لابد أنهم فصيل ما في المدينة المدورة، أو أحد أولئك الغاشمين الغيورين في الشرقية. جرائم القتل هذه متقنة بالنسبة للمرتزقة. لا يهم، ما إن أفهموا كيفية عمل الآلية سأثبت نفسي للبهاموت. من هنا أيها المعتوه. أنت جديد، ألست كذلك؟ إنني لا أعرفك. وعدوك بالذهب عندما تطوعت، أليس كذلك؟ ما أنت بصدد أن تشهده يفوق كل ثروات الدنيا. لا تخف. هل أنت خائف؟ هذا عملي العظيم، أدعوه الروح. ستأخذك في رحلة إلى عالم آخر. لما ترك الأولون خلفهم هذا العالم مليئاً بالحمقى؟ ولما لم يتركوا من أمثالي إلا القليل؟ ندعو هذا بيت الحكمة، لكن أسسه غير سليمة، لأن أسفل بيت الحكمة تقبع زنزانة الجهل، وعلى أسرار مظلمة كهذه نبني فلسفاتنا. العلم أنبل غاية، والمعرفة أعظم قوة. لا، لا. ماذا إذن؟ العدل. قد يكون هذا المكان، قد يكون هنا حيث تكمن المعرفة المطلقة. إنه ليس كما أتذكره. وراء الأبواب بدا أكثر إشراقا. لكن في النهاية كل ما نراه هو الظلام.
والعودة إلى تل. لا جدال في الأمر، كان فاضل متورطاً في التنظيم إلى أخمص قدميه. ملاحظات العالم، إنه يؤمن بهذه الكائنات القديمة، أسياد الذاكرة. معاً نرى كل شيء يا إنكيدو. باسم ابن إسحاق، كيف وصلت إلى هنا؟ أمر سهل، اتبعت آثار الدم فحسب. لا يجب أن تكوني هنا. هل تكلمه؟ أحياناً، نعم، لكنه لا يرد وأنا أرد. لقد افترقنا منذ ذلك اليوم، لكن ما رأيناه حين كنا في القصر، هذا النور، هذه الأصوات، لا يمكن أن تكون قد نسيتها. على عكسك يا نهال، أنا أدعو الماضي في الماضي. أتسمي البارحة ماضياً؟ وهذا الجني الذي يراودك، هذا الظل المنفر الذي يسحق صدرك، أزحف عائداً إلى الماضي هو الآخر؟ لا، إنه لا يزال هنا. في بعض الأحيان، حتى في النهار، أشعر بأنفاسه على رقبتي، حيث يغزو الكابوس العالم الحقيقي، أو ربما كان دوماً جزءاً منه. هذا جزء من واقعك يا باسم، أنا جزء من واقعك أيضاً، أنا ماضيك. أخبرني، هل ستتركني هناك؟ في زوايا ذاكرتك المظلمة؟ لن أفعل. ماذا لو اخترعت مكنسة آلية للبساط؟ باسم، انتهى الأمر. وكيف سار ذلك؟ سنؤجل هذا الحديث إلى يوم آخر لنتابعه في إحدى أسمارنا على نار المخيم. أحسنت صنعا يا صديقي، سأرجع إلى عملي. تعرف أنني أشعر بالملل بسهولة. شكرا على ما فعلته يا باسم. إنها الحقيقة، لقد أحسنت صنعا. سؤال أخير، عريب، هل كانت متورطة؟ ليس على حد علمي، لكننا يجب أن نظل يقظين.
الحقائق. تسرني رؤيتك. أهلا ومرحبا. مساعدتك لا تقدر بثمن. إلى اللقاء. Thank you.
قاسية جنوبا. أيها الحثالة، أنت أهاي. اذبح لي معها. أيها الحرس، سرق أحدهم كيس نقودي، تعالوا على الفور. أحضروا الحرس، لقد سرقت. انتباه، استدعوا الحرس، هناك لص في الأنحاء. ماذا؟ اللعين دون ان تشعر. لا يبدو ذلك آنسا. يبدو أن ذلك الطفل قد وضع نفسه في موقف صعب. الفتى متسلق جيد. سأقفز إن اقترب. ماذا؟
أدعى باسم، وقد تسلقت إلى هنا دون التفكير في الأمر مليا. أيمكنك مساعدتي على النزول؟ عندما كنت في مثل عمرك ارتكبت كل أنواع الحماقات لأنال إعجاب أصدقائي. لم أفعل ذلك من أجلهم، فعلت ذلك من أجل المستترين. المستترون لا يؤمن الجميع بهم، لكنني أفعل. إنهم حماة الناس الحقيقيون، هم الذين ثأروا لأمي، لا الخليفة ولا رجاله. المستترون هم من فعلوا ذلك. فهمت. هل كنت تظن أن التسلق إلى هنا سيجذب انتباههم؟ سمعت أنهم يقفزون من علو شاهق دون أذى، لكن لا يمكنني فعل شيء ما لم أرى شخصا يفعله أولا. أيمكنك فعل ذلك إذا شاهدتني؟ ابقى بالآلة حتى أريك كيف تفعل هذا. ترى لما تأذى دورك الآن. لا أستطيع. بل تستطيع، لا تفكر كثيرا في الأمر، تحتاج ببساطة إلى لننظر على نطاق أوسع. ذلك الشخص يبدو مريبا، علي تقصي الأمر. قطعة أخرى. يبحثون عنه بسرعة. ما مشكلتك؟ كيف تجرؤ على إظهار وجهك؟ استدعوا الشرطة. ليس الآن. مهلا توقف. من يجرؤ على الاعتراف؟
ماذا؟ موت! بطيء جدا، سأقتلك. تلك حركة جيدة. حان وقت سحق الأجساد. صحيح أيها الزميل. أحتاج إلى مساعدة هنا. أصب الخسيس الجبان. استدعوا العسس. أفضل أن أبقى مستعد. يبحثون عنه بسرعة. أعرني عينيك.
ما الذي ينوون فعله؟ سيموتون جزاء هذا كل واحد منهم. حان الوقت لنقاتل. غضبك في محله، لكنك لن تنتصر في حرب يا علي. باسم، جيد، نحتاج إليك. لقد أخذ المرتزقة بعض المتمردين وقتلوهم في الميدان، وطالبني رفيقك بالاختباء كفأر بينما يطاردون رجالي علانية. لابد على الأقل من أن نعيد القتلى إلى أهلهم. أما زلت تخشى قتال هؤلاء الشياطين يا بيشي؟ لا أخشى سوى أن نصبح مثلهم. ليست المسألة بسيطة كما تبدو. لن يجازف الخليفة بإشعال حرب، هذا من عمل التنظيم. سأعثر على المسؤولين عن ذلك إذن وأذبحهم مثل الكلاب. سيعثر عليك التنظيم أولا. من المرجح أنهم يبحثون عنك أنت وبيشي. بالفعل إنك معروف عندهم جيدا. أما باسم، علي، سأعثر على من فعلوا هذا وسأقتلهم جميعا، هذا وعدي لك. باسم محق، دعه يتولى هذا، وعندما يموت المسؤولون عن ذلك سينسب إليك الفضل. اتفقنا، لابد أن يعرف الجميع أنني الفاعل. سأعود إلى جرجرايا، لكنني لن أنتظر طويلا. باسم، سأقابلك عند البوابة. وأنا سأحرص على إرجاع الجثث إلى أهلها حتى تدفن. كان يمكن أن تسوأ الأمور. هل ترى أن هذا من عمل التنظيم؟ نعم، كما تعرف يدير الشرقية مرتزقة ترك يدفع لهم الخليفة، وهو نفسه مجرد دمية بيد التنظيم. يخبرني الجواسيس بأن أحد قيادات المرتزقة في الشرقية معهم. أخبرني من هو وسأعثر عليه. لابد أن نخطو بحذر، فالأجواء في الشرقية مشتعلة والمتمردون مسلحون وأعدادهم تتزايد. قد يهجمون في أي وقت. أي هفوة قد تشعل حربا تهدد ألموت نفسها. بما تنصح يا فولاذ؟ ويا باسم، أنجز عملك بسرعة، فأنت تدرك حجم الخطر.
سأعود إلى قريتك وسيحضرون. السلام. هذا ليس صحيحا ببساطة. ما مشكلة؟ أيها المجنون. ينتظرني علي عند البوابة لأذهب معه إلى جرجراي. أنا مسالم. كف عن ذلك. لأنك من سلالة. باسم. يا علي، أنت مستعد؟ لنذهب. لنذهب. علينا الرحيل إلى جرجرايا. أنتم غريبون أيها المستقرون، تمنحونني أسلحة لا أستخدمها وترجعون الفضل إلي في انتصاراتكم. كانت الحرب لتؤذي الجميع، خاصة أنت. ذلك حديث أسيادك. ألا يزعجك أن من تطيعهم هم من يضعون القوانين التي تطالبك بالطاعة؟ إنهم لا يتحكمون بي، أنا حر وأقاتل كي ينال الآخرون حريتهم أيضا. كل ما تفعله هو في صالح المستترين، ذلك نوع غريب من الحرية. المستترون هم عائلتي، لا يوجد طعام. كما تشاء. عشت في الشوارع من قبل ولم أستجب لأحد غيري، لكنني لم أكن حرا. والآن بينما يملي عليك الآخرون من تكون، أتنعم بحرية أكبر؟ لا يمكنك، لا يمكنك أن تفهم. بل أفهم أكثر منك. هناك شخص آخر. من يكون؟ علي، أنت هنا. الحمد لله. أعرف أنك ستثأر لنا يا علي. إذا كنت حرا حقا فلما يدور الصراع داخله؟ ماذا تعني؟ لا يوجد صراع. أرى أن هناك صراعا بين ما تفكر فيه وما تشعر به. لن تعثر على الحقيقة أبدا ما لم تكن صادقا مع نفسك. أو
لا يمكن لأحد أن يعرف ما يفكر فيه شخص آخر. لا يمكن لأحد عادي، لكن انظر إلي، أنا لا أنصاع لأحد ولا يحكمني أحد. أود أن ألقي نظرة في الأنحاء قبل عودة بيشي إلى جرجرايا مع الجثامين. سيكون هذا تصرفاً حكيماً، الناس هنا غاضبون بالفعل، ستسوء الأمور بعد الدفن. هناك مقهى بالجوار ومرتادوه يثرثرون، قد تسمع شيئاً هناك عمن يختطف رجالنا. وماذا ستفعل؟ لدي تحقيقات خاصة لأجريها، قابلني هنا إذا اكتشفت شيئاً. هنا أحد أعضاء الثعابين، علي تقصي الأمر. مهلا رويدا، سأخرج فمك. أعجبت، أجل ضربة جيدة. أكره الجبناء. ثمة فرد من الثعابين قريب. على رويدك، هذا رجلك. استمع اللحظة، هذه القطعة تقربني شيئا فشيئا من كشف أسرار الحجرة. شيطان، ستحترق. أرشدني يا إنكيلو. ساعدوني بسرعة. انطلق يا إنكي. دع الحراس، النجدة، انتبهوا، أحدهم
لقد أصبح الرجال كالوحوش الهائجة منذ أن بدأ الاضطرابات. سيكون الحراس أشد انتباها مما مضى. يبدو هذا كالمقهى الذي ذكره علي. جريمة! القاتل هنا! أين يمكنني الاختباء؟ أيعجبك الشاي سيدي؟ إنه بارد، أحضر لي غيره وسخنه هذه المرة. حاضر سيدي، أعتذر بشدة. يكتفي عبيد زنج ممتازون ويبقى أشخاص بلا كفاءة. اسكت وأحضر الشاي. الشارع عرض الحائط، هيا ستندم على ذلك. والآن أين وضعته؟ مهلا، حدث خطب ما. أحتاج إلى مساعدة، لقد نطق الطوز لقلبي، ساعدوني. النجدة، استدعوا الحرس، يوجد نشال في الأرجاء. يمكنك أن تحل علينا، يمكنكم شراء فروع الشيء. ساعدوني أيها الحرس، تمزق كيسي وتعرضت للسرقة من الصقيع المقبل. سمعتك تقول إن عبيدا قد اختفوا. من أنت؟ كيف تجرؤ على التحدث إلي؟ اغرب عني. ربما تغير عملة من رأيك. كيف تجرؤ؟ ماذا تقول؟ مهلا، من أين لك بمثل هذه؟ حسنا، هيا أسرع. قلت إن عبيدا من الزنج قد اختفوا. لا أفهم ما علاقتك بالأمر، لكن أجل، شخص غريب من أولئك المتمردين كان يقلقل العبيد، وبعد أن تحدث إليهم اختفوا. لا شك أنه أحد معارف علي بن محمد مثير المتاعب. هذا ما أعرفه، ارحل قبل أن يراني شخص ذو شأن أتحدث إلى شخص مثلك. اسمعوني جيدا، أتخشون مرض أطفالكم؟ أتحملون هم راحتهم؟ يناشدكم الخليفة أن تلتمسوا المشورة في عمل الشيخ الرازي الجديد، رسالته في طب الأطفال. قبل أن يرحل أرني الطريق أمامنا. رسالة فلكية يشرح طعمها كالمدافع. المصادرات دائرة في حينا من أجل نفقات الحرب. استقر فرسان الأمير في صفدين بينما يعيدون بناء الإسطبلات. حقا؟ نشر الشيخ الرازي. لم يسبق كانت الأمور هادئة على حدودنا قط، لكننا نبحث عن أعراضكم بين صفحاتها. أنا لن أسيء الظن. ألا يحتمل أن يكون رجلا بريئا لوثه العالم الفاسد؟ من تلك البضائع الغريبة المستوردة حديثا من الشرق الأقصى إلى ما لذ من التمور والدين المزروع في هذه الأراضي. لا يحق للعبيد حبل السلاح. لو كان ينقصنا ما نطلق له. هل وجدت قتلوا رقيبا آخر قرب البصرة؟
عذبوا بضعة عبيد لكنهم أبوا الإفصاح عن أي شيء من قتلهم. تعمل وتعمل وعلى ما تحصل لا شيء. العبيد الملعونون أعاملهم جيداً وأطعمهم ثم يختفون ولا يبقى أحد للعمل. قد يتحدث إذا تمكنت من إعادته لوعيه. حان وقت استعادة الوعي. يكفي، أنا أفضل. من الخطير أن تفمل في المقهى. كان من الممكن أن يقبضوا عليك. تعرضت للمتاعب مؤخرا. قلت إن بعض عبيدك مفقودون. حقا؟ أنا لا أذكر. ليسوا مفقودين فحسب، بل اختفوا. لا يختفي الأشخاص هكذا. ليلة أمس لم يعد من الحقول اثنان من عبيدي، لم يرى أحد شيئا. لقد اختفيا، تبخرا. لذا فقد فكرت أن تثمل في مقهى عام. حسنا. أجل، رأسي، انظر، لا تخبر أحدا. سأعود للمنزل لأستلقي. أنت هنا بهذا الاتجاه. هل أردت شيئا؟ ليس هنا، هناك الكثير من الآذان إذا فهمت ما أعنيه. نعم يا سيدي، أنواع الشاي المميزة محفوظة في الخلف بهذا الاتجاه، انتبه لخطواتك. اتبعني، تصرف بشكل طبيعي. حسناً، يبدو أننا وحدنا. ماذا أردت؟ المعذرة على المبالغة في الأمر، لكن لا يعلم المرء من يراقبه، والتسلل مثير للحماس نوعاً ما. رأيت وشاحك الأحمر وسمعتك تتحدث عن العبيد المفقودين. اختفى عبد آخر من منزل ريفي قريب. كيف تعرف هذا؟ أنا صديق للعائلة، كان الزوج أحد الذين قتلوهم، والابن الآن مفقود أيضاً. والدته أنهكها القلق، ظننت أنا بمقدورك مساعدتها. أخبرني بمكان هذا المنزل الريفي. إنه في جهة الغرب، لا يمنح العبيد ثقتهم بسهولة، لكن إذا استطعت أن تفعل شيئاً فسأعتبره معروفاً شخصياً. علي العودة إلى علي وأخباره بما اكتشفته. في الشهر فحسب. استطلع المنطقة يا إنكين. إلى زوار بغداد الأفاضل. الخزر أقوياء بالطبع. أتتعطشون إلى المعرفة وتتحركون إلى أيها الناس، يناشد الخليفة كل القادرين أن يعلموا أطفالهم ممارسة الشعائر الدينية على الوجه الصحيح. أترغبون في تعليم أطفالكم القرآن، القراءة والكتابة Thank you.
ماذا ترى؟ ماذا لو أصابكم مرض؟ أولا ثم إلى باب الشام لذا يحسن إن مجموعة من مفتعلي المشكلات تحرض العبيد وتسمم عقولهم بالأفكار. امضي بعيدا. لا يوجد كثير في عقولهم من البلاد. مهلك الآن. اهدأ. لا أعلم شيئا عما تسألني عنه. أعرفت أنني أسمع ما يفكر به الرجال؟ لا تريد إخباري، لكنك ستفعل. لا ينبغي لنا فعل ذلك، سيعود علينا هذا بالمشكلات فحسب. مشكلات أكثر من القتل؟ لقد ذبحوا إخوتنا، كيف لك ألا تفهم؟ ما هذا يا علي؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه. أنا أفعل ما يتوجب فعله، لا أحتاج إلى موافقتك. هل اكتشفت شيئاً؟ يختفي العبيد من جميع أنحاء جرجرايا، أحدهم اختفى من منزل ريفي بالجوار، سأذهب إلى هناك وأرى ما يمكنني العثور عليه. جيد، كان صديقنا هذا يمضي صباحه في الميناء يقابل شخصاً نظنه من وشاة الخليفة. يمكنك العثور على هذا الواشي واللحاق به حتى ترى ما يقودنا إليه ذلك، وأثناء ذلك سنجبر أنا وبيشي صديقنا على التحدث. هذا خطأ يا علي. دعنا نرى. علي البحث عن الواشي ومساعدة الأرملة في العثور على ولدها المفقود. هذا هو الميناء، لابد أن يكون الواشي هنا في مكان ما.
أي ما خطبك؟ تشابه ضعيف. أحتاج إلى عينيك يا صديقي. قد يكون هذا هو الواشي. لا ملاحظات اليوم. علي الذهاب. كف عن ذلك. أتلك الفجوة في الجدار التي يفتحونها بالقرب منا؟ أقسم إنني شهادة تدريب الشرطة لاحقا، اتفقنا؟
سيسيعونك ضربا إن أمسكوا منك. عددي حقا بتولي أمر شخص غبي واحد. أول ما سأفعله غدا الذهاب. وافق أخيرا على شرح قساوسات غريبي الأطوار حول المدينة. يضعون قلنسوتهم ويمرون دائما في صمت. حاولت التكلم مع أحدهم فتجاهلني كأني لم أكن هناك. أو حسنا، هل ذكرت؟ سأتوقف عند الكشك الذي بجوار باب العامة في طريق عودتي. لديهم نقانق ومعجنات جيدة بحق. إنها أكثر تكلفة من أن أصنعها بنفسي، لكنها في المتناول. لكن أعتقد أن بإمكاني. كان التاجر ظريفا للغاية. كان يصر على أن فتياته طازجة بينما كانت أعنابه حصل على ثمن ضخم. لا يمكنك قتل النادي دون عواقب. ألا تعلم أنه وصل الركبة فحسب. أفضل التوالي عن الأنظار. سيرو كالموت. جيد، ليستمر حذره. حسنا. جبان الرعيم، جبان الرعيم.
سنعثر عليك. لن أخفق. رباه، يا لها من شجاعة مذهلة. لا يمكنك الاختباء منا. تعال احمي ظهرك. اعثروا علي، انطلقوا. ماذا؟ سأتوجه إليك أيها الكلب. انزل. أجل ضربة جيدة. إنك عجب اللياقة. أراك الآن، هيا عليك قيادتي إلى ما أسعى إليه حقا. ها أنت كما ظننت. يا هذا توقف. هربت بسبب تسرعي، لكنني سأعثر عليك بتركيز أفضل في المرة المقبلة. لنا
أخسره كما خسرت والده. ربما هو آمن في مكان ما، قد يكون تائها. لا، لقد رحل. لم أحظى بفرصة لجمع الزهور لجنازة زوجي، والآن رحل ولدي أيضا. لابد أن هذا هو المكان المنشود. يا للمرأة المسكين، المعذرة. من أنت؟ ماذا تريد؟ سامحيني، لم أقصد أن أفزعك. أخبرني مالك المقهى عن مصابك، قد أتمكن من المساعدة. لا أعلم كيف، أنا لا أعرفك. إنك تحتاجين إلى زهور لدفن زوجك. فقدت مثلك أشخاصا مقربين، لكنني لم أتمكن من دفنهم. سيشرفني إذا سمحت لي أن أقدم لك ما لم أتمكن من تقديمه لأصدقائي. سأجمع هذه الزهور. غالبا ما كان يجلب لي زوجي بعضا من الزعيطمان. إذا أحضرت لي بعضها فسأضعها على قبره ماء يدفن، كهدية أخيرة مني. سأفعل ذلك. ستكون الزهور بالجوار، علي البحث في الأرجاء. هيا! زهور جميلة كانت لتسر أصدقائي. تبدو هذه كالزهور التي أحتاج إليها. جلبت لك الزهور مع خالص مواساتي. إنها زهور رائعة، كم أحبها زوجي. شكرا لك. أهناك ما أفعله من أجلك؟ أحاول أن أكتشف من يأخذ العبيد من جرجرايا. أعلم أن ولدك مفقود. أجل، خسرت والده، لن أستطيع تحمل خسارته أيضا. أيمكنك إخباري بما كان يفعله قبل أن يختفي؟ عندما أخذ والده صار تعيسا وبدأ يخرج ليلا، لكنه لم يعد الليلة الماضية. سألقي نظرة في الأنحاء، لعل شيئا هنا يشير إلى ما حدث. يمكنني أن أقتفي أثار ولدها في هذه الأنحاء.
يوجد الكثير من الآثار هنا، تؤدي الآثار إلى ذلك المبنى الصغير. أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول. هزيت قليل، كان يعمل حتى وقت متأخر. رسالة، إنه يذكر مزرعة قريبة. علي إخبار والدته بما عثرت عليه. عثرت على رسالة من والدك، كان يبحث عن الرجال الذين أخذوا والده. ذلك الفتى الأحمق، لقد ذكر مزرعة قريبة. أتعرفين عما كان يتحدث؟ لا، تلك مزرعة طغان، إنها تعج بالمرتزقة. إذا ذهب إلى هناك أرجوك أعثر على ولدي. إذا كان حيا فسأعيده إليك. أعدك، لابد أن أخبر عليا، لكن يجب أن أبحث عن الواشي أولاً. من أريد، عليك إرشادي وسأتبعك. C'est correct.
مش مكفاك يا سبيل الله علينا ذلك الغلام المريض لكن يبدو أن أي شخص يمكن أن يعرف ضربت لجمالها بين البريد وصاحب الخبر يقول لدي معلومات جديدة لقد وصلت بماذا جئت؟ ناهيك عن العبد الذي أخبرتك عنه هناك شخص يحوم في أنحاء جرجرايا يثير التساؤلات أهو من أبلغنا عنه آخر مرة مفتعل للمشكلات بيشي هذا شخص جديد يبدو أن أحداً لا يعرف عنه شيئاً ما نفع حديثنا؟ أنا أحمل رسائل إلى الزعيم عد عندما تحصل على اسمه تجاهلني كأني لم أكن هناك كثير جدا لا أقصد لك كومة ذهب متحرك هذان الشخصان يجمعان المعلومات لشخص يدعى طوحان بن أرسلان تكون مزرعة طوغان مشددة الحراسة علي التحدث إلى علي بشأن الخطوة التالية سلاما يا صاحبي سررت بك ما المتاح اليوم؟ ألقي نظرة من فضلك يعتني المحارب الحكيم بعتاده هذا جيد نافع دائما شكرا أهذا كل شيء الآن؟ سأغادر إذن زرني كثيرا طوال الليل قلقة بشأن تكون كل لحظة من تفقد سلعي عدت أخيرا ماذا فعلت؟ ما وجب علي فعله أهذا ما تبدو علي حريتك؟ أنا لا أتبع عقيدتك ولا أستجيب لأمر المستترين إنه ثمن الحرب سيخالفك بيشي الرأي لا يقود بيشي هذا التمرد إنه يؤدي دوره وأنا أؤدي دوري لكن يكفي ماذا اكتشفت؟ اختطف العبيد المفقودون بأمر من شخص يدعى طوغان بن أرسلان سيحدث أمر جلل قريبا لا أعرف ما هو أما أنا فأعرف قال هذا الرجل إنهم يستجوبون رجالي وسيقتلهم قائدهم بعدها في المنزل الفاخر ذكر الواشي اسم بيشي يا علي إنهم يبحثون عنه ليبحثوا حرر رجالي سأشن الهجوم على المنزل الفاخر قابلني بجوار المزرعة عندما تنتهي علي التخلص من هذا اسمعوني يا أهالي بغداد يسر
الخليفة أن يشارككم العالم الجاحظ بأفكاره الجديدة. يبدو أن هذه المزرعة هي التي يحتجزون فيها رجال علي. سيندم العبيد على عدم التزامهم بتأدية عملهم. لن يتهاون الزعيم معه، إنه يحب عمله. علي ينتظر بجوار المزرعة. اذهبوا بسرعة. سأنال منك. ابن الأرملة ليس هنا. أرجو معذرتك، أحتاج إلى قارئ. المتمردين المقتول. ماذا؟ انتظر، كفر عن ذنوبك. تنتظرك والدتك. لن أعود الآن، لقد قتلوا والدي، سأقاتل مع الآخرين. أنت شجاع. حسنا، قابل عليا خارج المزرعة. أخرجناهم جميعا، ينبغي أن أقابل علي.
الله أكبر، لا إله إلا الله. هل الجميع هنا؟ ليام الطوغان ابن أرسلان الآن، إننا ننتظرك. أنا مستعد، فلنذهب. اختطفوكم من منازلكم وكنتم أحرارا، وأحضروكم هنا لتموتوا في حقولهم عبيدا. ذبحوا إخوتنا كالكلاب في الشرقية، والآن قد اختطفوا المزيد منا. لا، ليس بعد الآن. وعدتكم بحياة جديدة، أعطيتكم كلمتي. ينضم إلينا المزيد يوميا من أقل أهل بغداد مكانة إلى أعظمها. إن الله معنا، فمسعانا حق وقدرنا أن نحقق العدل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله. أعلم من أنت أيها الشيطان. أعلم أنني سأعجل بنهايتك. سيعثر عليك ستفشل خطابتك. الجبناء يفرون، استغلوا تدريبهم. شكرا. الحمد لله، أنت أخ لنا الآن. عندما ينتشر خبر الانتصار سينضم العديد إلينا. كان طوغان بن أرسلان يحمل أوامر، كان سينقل الأخبار إلى رؤسائه في نادي الشرطة في الشرقية. قد يكون الرؤساء من أمروا بقتل المختطفين، أذكرت أسماءهم فيها؟ إنها تستخدم أسماء حركية، الرخ، الأشمضاي، وحده التنظيم يستخدم مثل هذه الأسماء. سأذهب إلى النادي وأرى ما سأعثر عليه. حظا طيبا، علي العودة وانتظار بيشي. توخى الحذر يا علي، سيطارد الخليفة كل منكما بعد هذا. إذا أردنا التحرر فهناك أشياء لا يمكن الهرب منها. ينبغي أن أذهب إلى نادي الشرطة في الشرقية. الأفضل أن أبقى مستترا. ها هو نادي الشرطة، الآن سأبحث عن طريقة للدخول. أرني الطريق أمامنا. Thank you.
صفيان البوابة مفتوحة. على اللعنة عليك. ماذا؟ لا يتغير الحال مع رفيعي المكانة، قليل لهم وآخر لنا. نحصل على عمل إضافي. تبا علي الهرب.
مهلا. جريمة قتل، جريمة قتل. يا للقسوة، هل سارت؟ مهلا، ماذا؟ سيكون الحراس أشد انتباها مما مضى. ماذا؟ اللعنة، ابتعد عني. شاب ضعيف. هناك فرص كثيرة للاندهاش. الأفضل التوالي عن الأنظار.
دباغ متجرا في عكس اتجاه الريح منا. لا أريدك هنا. أعطي علي. كان ذلك من دواعي سرورنا. على رسل. ارحل الآن. ويتك. ماذا؟ لا شيء هنا من أجلك. مهلا. حان وقت التحرك. ماذا كان؟ ماذا؟ سوف أطعمك طحالا. ماذا؟ أجل ضربة جيدة يا لبطئك خفر لكم. أرني كل شيء.
هاي وجهك الذي على الملتقات على رسلك. أرأيت تلك المرأة التي اختطفنا زوجها؟ لا جناح عليك أن تجعلها أمة لك. لا تنظر إلي هكذا، فضلنا الله يا جسور. ألا ينبغي أن يتمتع أحد بمثل هذه النعم سوى المردخوار؟ لا تلفظ اسمه، ليس حتى في هذا المكان. إنه أشد من يخيفني بيننا جميعا. إذا عرف ماضي واكتشف أي خطأ فإلى أين أفر منه؟ لا أملك رفاهية سفنك يا نادر. ربما تماديت في تلاعبك بالحقيقة في الماضي، لكنك أثبتت ولاءك مرات عدة. لقد قتلت أولئك المتمردين مؤخرا، كانت هذه مهمة أقصى من أمره بفعلها. ربما عليه أن يخافك. إنني أسمع صوتك، لكن الكلمات كلمات الشيطان نفسه. لا أريد أي متاعب حينما يعود. الشيطان، تلك إشادة كبيرة منك. الأمر كما أخبرتك، إننا مفضلون ولا نحتاج إلى الخوف من أي شيء. أين طغان؟ لقد تأخر. كالعادة يا صديقي، إنك تقلق أكثر من اللازم، ولهذا أنت مجرد الرخ وأنا الأشمداي. أعتذر أيها القادة، قتل طوغان بن أرسلان، ونخشى أن هناك دخيلاً. علينا أخذكما إلى مكان آمن. هناك خطب ماء، طوغان لن يتأخر. ينتمي هذان الاثنان إلى التنظيم ويعملان لصالح ثالث يدعى المردخوار، لكن الآن علي العثور على طريقة للخروج. على رسلك سأخرج. ما هو؟ أحتاج إلى عينيك يا صديقي. Come on.
أنا بمأمن، علي العودة إلى فولاذ. ستموت، ستموت أيها المارع. هذا لن ينقذك، سيموت. أيها الأبلغ اللعين، ارفع ذلك. تشرفت. أهلا. ما المتاح؟ هناك الكثير من المخزون. اعتني بما ترتديه كي يعتني بك. خيار ممتاز. كل الأمر يتعلق بالنسيج. تم البيع. الحماية استثمار جيد دائماً. هذا كل شيء؟ يجب أن أنصرف الآن. عد ثانية. هذا ما في استخدام ذلك المنهج. أمر من الجيد. ضربت أعشاشا كثيرة،
ينتشر المرتزقة في كل مكان كالنمل الغاضب. هذا يفسر غياب بيشي، إنه يتجنب المرتزقة. آمل أن الأمر استحق هذا العناء. اكتشفت أن هناك قائدين يعملان مع التنظيم، وهناك آخر يقودهما. ثلاثة؟ ذلك يفسر بحث التنظيم في الشرقية. يطلق على أول شخصين الرخ والأشمداي، يدعى الثالث المردخوار. يختبئون خلف أسماء رنانة كأطفال متباهين. لا تخلط بين زهو التنظيم والصبيانية، إنهم القوة الحقيقية خلف العباسيين. هل وصلت إلى شيء يمكننا تمييزهم به؟ المدعو الرخ كان صاحبه يناديه باسم الجسور، إنه يهرب من ماضيه ويعيش في رعب بسببه. جسور، أجل، لابد أن هذا هو جسور بن باسل قائد الجند العربي. سمعت عنه، جبان نسب إلى نفسه فضل الانتصار في معارك فاز بها غيره. هذا ماض بذل جهودا مضنية في إخفائه. يملك جسور منزلا فاخرا في قصر صالح غربا، يمكنك البحث عنه هناك. المدعو بالأشمداي اسمه الحقيقي نادر، في حوزته سفن يسيطر عليها، وليس جبانا كصاحبه بل مغرور في الواقع. نادر، لابد أنه قائد البحرية نادر بن حفيظ، متعجرف لا يكترث لرجاله كما يكترث لسفنه. أجل، قائد البحرية متعجرف ربما، لكنه ذكي. لقد صنع العديد من السفن الحربية الجديدة للخليفة. لابد أن نفوذ التنظيم قد ازداد إذا كانوا قد جندوا نادر. عليك البحث عنه في الميناء الأدنى في الشمال. بالنسبة إلى قائدهم المردخوار، فكل ما عرفته هو أنه خارج الشرقية، ومن المتوقع عودته قريبا. لا أعرف هذا الشخص، إنها أول مرة أسمع فيها اسمه. إذا كان قائدهم فقد أمر بموت رجالي، يجب أن تجده. أجل، ولأسباب أخرى أيضا، أملنا الأكبر في العثور عليه هو من خلال أول شخصين. أعثر على ذلك المردخوار يا باسم كما اتفقنا، سأنتظر بيشي. أنا ممتن لك على تحرير رجالي، تفضل هذه العملة مع جزيل شكري. سأعثر على جسور ونادر وأكشف حقيقة قائدهم. سيكونان حذرين الآن ومحصنين داخل معقلهما، عليك استدراجهما للخارج. توخى الحذر يا باسم، إنهما خطران. وأنا كذلك.